سلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه مزيانه؟ اموركم بخير؟ نتمنى من الله تكونوا كاملين بخير والعائله ديالكم تكونوا بصحيحتكم يا ربي. يوم فيديو جديد ونهار جديد معايا ان شاء الله. يلقاكم هذا الفيديو تكونوا ناشطين وماشطين. قولي رجعتي عاوتاني يا رجاء. المهم نتمنى من الله تكونوا بخير، وكنبغيكم بزاف والله. الله كنشكركم بزاف لهلا يخطيكم لهلا يخطيكم. الضحك هاك هذا كيلعب واحد التينيسه صغيره. المهم نساني ما عرفتش كيفاش نقول. المهم نتمنى من الله تكونوا بصحيحتكم يا ربي كما كنقول لكم ديما. وكنشكركم قلت لكم بزاف بزاف على التعليق ديالكم الزوينه واللي كتحفز. لهلا يخطيكم بزاف بزاف في الحقيقة كتفرحوني ملي كنشوف التعليق ديالكم وهذا الفيديو اللي حطيت اللي كنت هضرت على قبل عثمان. كانوا بزاف قالوا لي علاش تحطي يعني امورك الشخصيه انت وزوجك، ولكن انا البنات راني انا راه عادي جاوبتكم، حيتاش بزاف البنات سولوني وقال لي مالك رجاء، حيتاش حقروا كيكتبوا بزاف قالوا لي مالك رجاء علاش شحال انت قاعده في داركم، علاش مالكي شحال وحده قالت لي مال عثمان ما بقاش كيبان. يعني قلت ضروري غادي نجاوبكم ونقول لكم كاع داكشي اللي كاين، حيتاش انا قلت لكم راه اي حاجه غادي نجاوب اي وحده كتبت لي شي تعليق، وبزاف البنات حكروا عليه ضروري غنجاوبكم عليه. انا يا بكل عفويه جاوبتكم على داكشي. وبالنسبه للاخت اللي بزاف البنات قالوا لي راه غادي تقلق حيتاش هضرتي، لا هي راه في اخبارها البنات، حيتاش ملي كانت تناقشنا وداكشي عاودت لها القصه وداكشي قالت هي ما فيها باس وهادي وهادي. في هذيك الليله واخا انايا قلت لكم هضرنا في هذيك الهضره ديال على قبل الفلوس وداكشي، هو ما متقبلهاش وقال لي واخا كاع هو كان مستنكر يعني الفيديو نخرجو وهذه. قلت لي لا انا باغا نقولها للبنات ونفرحهم معايا، ضروري خاصني نقولها ليهم. شتي هي ديك الدجاجه راه غتهرسها حتى كيضرب الكو ديك التينيسه كيضرب على الدجاج. عندك تهرس لي الدجاجه يحيى؟ وعندك هضرت معاها وعاودت لها كيفاش يعني تخاصم معاها على قبل الفلوس وهذه وهذه. استنكر قلت لكم على الفيديو، الفيديو قال لي ما تحطيش، قال لي غيجوك انتقادات وغيجوك يقولوا لك هذاك الشيء علاش تتقولي. وفي الحقيقه جاو كاينين شي انتقادات ولكن كلهم فرحوا لي، اكثريه الاغلبيه البنات فرحوا لي بزاف وكنشكرهم من هنا الله يخطيكم شكرا بزاف. وصافي قلت لكم هادشي اللي هو علاش خاصمنا قال لي ما تحطيش فيديو. وزادها قال لي علاش في الاول قال لي علاش يعني تاخذي فلوس من عندها وداكشي، ما بغاش هو يا هكا. قلت لي لا، ملي عاودت لي قلت لي راه هي غير كادو صيفطت لي، كاتبه تصيفط لي بتصيفط لي كادوات يعني البرودوي ولا شي حاجه ديال المكياج. قالت لي نصيفط لك فلوس غادي تستافدي منها. قالت لي وهذه حسبيها كيف ما بغيتي. ونزيدكم البنات راه هاد السيده راه بغات تحل قناه، وقناه ما بغاش على قبل باغا على قبل الدعايه باغا دير واحد المشروع هنا في كازا. هي بنت كازا ولكن مولوده هي تما في امريكا، يعني الاصل ديالها من كازا. المهم هي راه اختها هكاك راه كتهضر العربيه غير شي حاجه تشاش، هي شي شويه العربيه ولكن غالب على لونجلي بزاف، كتهضر بلونجلي بزاف. المهم راك شتوها واخا هي راه كتبت بالعربيه، ولكن راه مني هضرت معاها اون فاس يعني في الواتساب هضرتها ما كتهضرش العربيه مزيان، خاصها ضروري تتعلم العربيه، خاصها تجي للمغرب باش تتعلم العربيه مزيان. وهي راه غتجي قالت لي راه غادي ندير مشروع، غادير واحد البوتيك ديال الملابس ديال الحوايج غادي ديرو. قالت لي عافاك لما صايبه لي قناه قبل حيتاش باش تعرض يعني القناه ديالها تولي فيما حطت شي حاجه جديده في البوتيك ديالها توريه في القناه. ان شاء الله النهار اللي غادي تكتب ليها دير هذاك دير البوتيك ودير القناه غادي ان شاء الله غنوريكم يعني سيرتو اللي ساكن في كازا يبغي يمشي يشري من عندها شي حاجه ولا هكا. المهم صافي هادشي اللي كاين. انا راه قلت لكم اي حاجه غادي نعاودها لكم، انا ما عندي حتى شي مشكل بالعكس عندي الدنيا
ثانية الصمة صافية صافي. هذا الشيء اللي كاين بالنسبة لها هي ما تقلقت من حتى شي حاجة عادي. وعاود لها قلت لها غنعاود المشكل ديالي أنا وعثمان حيتاش راه البنات سولوني بزاف قالوا لي مالكي مشيتي لداركم مبقيتيش وعلاش عثمان ما كيبانش وعلاش ما بقاش كيبان معاك. قلت لها راه ضروري غنقول لهم علاش وعلاش تخاصمنا على قبل الفلوس حيت صيفط لها هي. بالعكس البنات راه ما تقلقت من حتى شي حاجه وعادي هضرت معاها عادي في الفيديو حتى انا في الاوديو عادي دويت معاها. الله يكثر خيرها من هنايا وشكرا بزاف. وقليل قليل اللي كتلقاي بحال هذا النوع والله قليل بصراحه. هاد الشيء اللي كاين دابا غادي نديكم معايا غنخرجكم معايا نديكم بلاصه لعثمان في خدام. يلا هبدا ماشي بزاف غير خديمه يعني مؤقته ان شاء الله. الله يسهل عليه في شي خديمه يا ربي. كان عيط لي صاحبو قال لي اجي عاوني خدم معايا شويه. مهم غنديكم معايا نوريكم هاد الخدمه اللي خدام. الله يسهل عليه والله يسهل كاع اللي كيتمنى شي حاجه في الحياه ديالو. الله يسهل عليه يا ربي. وقال لي عنده شي قرب من القرب الدنيا يلاه يفرجها عليه يا ربي يا ربي في هذا النهار. وصافي هادشي اللي كاين. المهم انا غنديكم معايا ومن بعد كون غادي ندوز عند عدوزتي غادي ندوز عندها تمشي نوريكم الخدمه وندوز عند عدوزتي نشرب معاها شي كويست اتاي شحال ما بقيت انا نيت شتها وصافي. المهم غنعطيكم وصفه اللي قلت لكم عليها ديال واحد الدبان فقصتني تفدت مع الدبان ومع الحشرات ومع والله الا عرفتي الحشرات بزاف. ضحكتني واحد السيده قالت لي جنة مستاري قالت لي سرق الزيت. قلت لهم راه عندي انا واحد المش عندي الدفاع المدني انايا واحد المش. قلت لهم ما كتخليش سرق الزيت هكا تدخلش سرق الزيت كتعض والله الا كتاكل وما كتخليش. يا البنات الحمد لله بعد عندي الدفاع المدني في الدار. المهم الا ضحكاتني في التعليق ديالها يلا ديديكاس من هنا ليك ابن جنة المستاري. المهم غادي نعطيكم هذا الوصفه ديال الشعره البنات. اقسم بالله اقسم بالله وما تساليش الحلف وانا ما عمرني ما حلفت هاد الوصفه. واقسم بالله الا كنت كنديرها ملي كنت باقا صغيره عرفتي راه كتخلي الشعر كثير 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 واللي عنده مشكل في الفطريات تاع الجلده ديال الشعر راه خطيره 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 واعره. غير نتوما حنا العيالات راه ما كنديروش الوصفات عز علينا هذاك الشيء الساهل الساهل الماهل. انا منهم انا منهم ولكن انا يا واخا حتى هكاك هذيك الوصفه هذه الوصفه اللي غنعطيكم زوينه كنتبعها ديما ما كدير لي حتى شي حاجه. المهم ترجع ونقول لكم باش نحرق لكم المراحل ترجع ان شاء الله وغنوريكم الوصفه. نمشي دابا نلبس حوايجي. وبالنسبه للبنات نسيت ما قلتش لكم الله يجازي بخير واحد السيد كان لقاه عثمان خدمه في جهه الطريق ديال كازا. راكم عارفين كازا ضروري يعني الكرا وداكشي شويه صعيبه فهمتوا. وعارفين انا يدار هنا الحمد لله هذا من فضل الله الحمد لله عندنا هاد الدويره بعد ما كاريين مراهنين راكم عارفين دار الوراثه ان شاء الله راه باغيين يبيعوها ولكن ماشي دابا. المهم تيجي الشاري بعدا يسهل لينا حتى حنا فشي سكينه. كين كانت واحد البنت كانت سولتني بزاف ماشي غير وحده كانوا قالوا لي الدار راه دار التحتي والفوقي وخارج منها كراج وكانوا باغيين فيها 80 مليون. هادشي اللي كاين بغيت نقولوا لكم شحال من وحده كانت سولتني على الدار وما جاوبتهمش على هادشي. يلا تفكرت قلت لكم الخدمه قلت لكم بحال الشكل ديال اسيما سوبر مارشي كبير بحال اللي عندنا هنايا ديال لابيل في. المهم الله يكثر خيره بعدا فكر فينا الله يخطيه. وهادشي اللي كاين المهم هو راه غيخدم مع هاد صاحبو شويه يعني غير مؤقت الله يسهل عليه في شي خدمه هنايا في اسفي. واللي كيعرف شي حد في اسفي يدبر ليه شي خدمه اللي عنده من العائله ولا شي حاجه. المهم راه كنقال لكم الدبلومات اللي عنده. المهم عنده جوج دبلومات واحد ديال فروه وواحد ديال كونطابيليتي. ايوا نوريكم عثمان فين خدم. ايوا مؤقتا متحرك واحد مع واحد صاحبو كيصايبو هادشي البنات. السلام عليكم كبيرين لاباس بخير. في خالي الاسف كنصايبو في خالي الاسف شنو خارج من خدم. هانتوما تعلم صاحبو علمو شي يصاوبو
ولا حريفي دابا كتبغي ياك كنتي حريفي ايوا الوقت كتخليك بالنسبه لك شي حريفي ايوا الفخار ديال اسفي كما كتشوفوا ها تبارك الله هادشي هذا يلاه طاب دخلنا الفرينه طاب سين تبدا يلاه خرج من الفرينه باقي دافئ باقي سخون داكشي زويون وريني هذه زويون هذا الخضره وهذه القهويه كنديروا اللون الخشن نديروا اللون الخضر شتي هذا الخضر وهذا القهوي وكنديروا الصفر والبيض البيض حتى هو حتى البيض راه فيه كافي حتى البيض انا نوريكم هاد الطباس شتي راه وريني داك الشيء هذا هو اللون العتيق ديال اسيا هو هذا اللون هذا الزرق هذا هو اغلى لون هو هذا اللون لون الزرق هذا راه كبير جاي يسطو فيه الحيوانات شي طال شي طال شي تبسيط ديال الغنمي ها انت هاي وريكم عاوتاني واحد الديكور زوين حتى هوايا سلام يحيى التي يحيى عندك هي زوينه ها زوينه هذه نشوفوا الدخله في البيض ها البيضه هذه قهويه وهذه بيضه شتيها البيض هذا شيء عجبني انا هذا الديكور هذا حاجه زوينه نقلب ليكم الكاميرا باش كوموند هذا شي كوموند ديال شي حد مصايبينو ليه كوموند هذه كوموند ديال شي راجل كيدو الطريق ديال الطبيب ياه الطبيب هاو جديد في كيمشو زاكورا الدار البيضاء الراتش زوين دابا نجيبو اي جي واحد الاخر عجيب الطبيصلات حمقوني انا الطبيصلات كنت واحد المره كتخديت منهم بالكيسان ديالهم هادو في الالوان عندك واحد الديكور تاهو زوين كاينه كاينه في الصغير وكاينه في الكبير شتي هذه تحت الديسير تحت فيها وهذيك الصفرة حتى هي زوينه اه الصفرة هذيك الكبيرة ديالها شتيها شتيها هاد الصفرة ولكن فيها لي طاي فيها تروا طاي هادي اه الصفرة زوينة دو فيها طاي ثلاثة طاي كاين في الحقيقة كاين فخر داكشي زوين وراقي يعني كل واحد و يعني والثمن ديالو واي يوريكم عثمان الفرينة في كيطيبوا الفخير ها انتوما يا حل بحال شي حاجه كيخبوا فيها الفلوس دوك اش كيقولوا له عثمان بحال الخزينه خزينه كبيره شو كيدايره سبحان الله كطيب على كتوصل ل 960 دوغري صح اه 960 دوغري 960 دوغري اه باش كتخرج هذيك كيخرج الطوق ديالها بحال الفخا كيتحمر كيتحمر شي خطره تعمر وتشوف الطريقه ديالها اييه ان شاء الله نوريهم هذه البلاصه فين كيتستو باقي طبقات طبقات حنا كيتحط فوق الصوفه شنو صوفه 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 ديال الصوفه هذه كتحمل ديك درجه الحراره اش كيدايره من الداخل ها فين كيصاوبوا الفخيرات نات كيطيب تجيبوا الحور ديال العيد ندخلهم هنا ترجع للغرب باش هانتوما كي دايره بحال ديك الخزينه اللي كتكون عامره بالفلوس عادي عامره بالفخير انا جيت حسين حاولي نقاد الله يلا يلا سدها هاي كتسد الحراره هذيك ديال الحراره ياك هذا هذا الترمو هذاك الترموسه ديال الحراره كتشوف ديال الحراره كتشوف شحال وصلت هذوك شي البوطات فيك بلاتي نوريهم بوطات هذو البوطات الغاز كطيب بالغاز كطيب بالغاز ايوا تبارك الله عليكم في الحقيقه الفخار ما كيخرج داك كيفقسكم لا باس يحيى كياكل في الكسكسو خلات لي حقه عدوز دخلت لي شويه ديال الكسكسو من الغداء ايوا جينا عندها هنايا عمرت لينا كويز ديال اتاي صايبت القليه ليحيى ما تنساوش اللايك وبارطاجيو صافي راه
قهرتي القناه شوي قهرتيهم بيد اللايك وبارطاجيو عطاتيو 1000 مره واللايك شي مليون. يلا سمعتوا يحيى قال لكم ديروا لايك. انت جنة شويه ديال الكرواسه زيتون وعسيله ولا زويته هذه زويته ولي تحاول خصني ندير نضاضر هاني جيت البنات يلا دخلت غير دابا راكم شفتوا الخدمه اللي خدام فيها عثمانين. المهم ندوزوا لهذا الوصفه اللي قلت لكم غادي نشارك معاكم. كما كتشوفوا هذا الزيت هذا الفولار كيعجبني كيعجبني ولكن ما كنحملوش على قبل كيصمكني من ودني. هاد الفولارات ديال تركيا كيعجبوني هاد الشده راكم معاه كندير لها غير هاك كنشدها كندير لها فيلي منها. المهم راه ان شاء الله راه غنشارك معكم الشده ديال الفولارات. انا كيعجبوني في حقيقه ولكن كيصمكوا شكون حاليا البنات عزيز على الفولارات ولكن كيصمكوها ما عرفتش الثوب ديالها كيصمك ماشي بحال البنات هادو الشيلان الشيلان ما كيصمكو ما والو غير هادو كيجو زوينين في حقيقه كيعجبوني انا هادو كيبينوا الوجه زوين. مهم غادي نعطيكم المقادير ديال الشعر اللي عنده مشكل وبالنسبه اللي عنده الفطريات البنات فرج ليه الفطريات. مهم الحرم على البنات ها هو شفتوا هذه راه 3 دراهم 3 دراهم شو تبارك الله شحطاني فيها راه الزيت منها تشتت كيف هي حرمل اش انا هذا الحرمل كي يعني مطهر لكاع جميع الحوايج بالنسبه اللي قلت لكم الفطريات في الرجال بالنسبه لبزاف الحوايج. المهم هذا كيلاق حتى انا راه كنت البنات كنت كنديرو ملي كنت صغيره عندي تقريبا شي 15 سنه بحال هكا كنت كندير هاد الحرمل كنشدوه البنات كنغسلوه مزيان كنحطوه يتشمش في عندكم شي بالكو ولا عندكم شي لاكور ولا سطح كتخليوه حتى كينشف وكتشدوه كطحنوه في مولينكس ولا كطحنوه على برا تمشدوا للمطحنه ولا شي بلاصه كطحنوه الا ما عندكمش المولينكس في الدار كطحنوه وكتشدوا قرعه ديال الدجاج تكبوها في هذه بحال هذه القريعه كتكبوها وكتزيدوا عليها كاس صغير ديال زيت العود اي زيت عندكم. انا نفضل زيت العود ولكن كاين زيت جوجوبا واخا شويه غالي ولكن زوين وزيت ديال هذا زيت ديال هذا جوز الهند كاينين زيوت بزاف زيت ديال اللوز كاين اللي كيدير زيت اللوز. مهم انا بعدا كنفضل زيت العود لان انا هو اللي كنت كندير انا كتكبوا كاس ديال زيت العود صغير فيه وكتخلوه البنات يرقاد تقريبا سيمانه اسبوع كيرقاد فيه اسبوع وكتولي تهز حتى ملي كيرقاد اسبوع داك الحرمل كيخرج كيستخرج داك الشيء اللي داك الزيوت داك الشيء اللي عنده كيستخرجها في داك زيت العود ولا زيت جوجوبا او زيت فهمتي صافي وكتولي دايره يعني متخلطه كتولي تهزي ديك الزويته بحال هكا وكتدهنيها بالفروه ديال راسك من الجدر يعني من اللحم ديال راسك يعني الجلده ديال الفروه ديال راسك كتولي تدخلي ليها الزيت دخلي ليها الزيت تقريبا شي شويه بعدا كتحسي براسك يعني عمر بالزيت. الا كنتي غادي تقعدي يومين ولا نهار باش كتمشي للحمام كديريها ديما وكديريها الفروه تاع الشعر كامل كدهني شعرك كامل صافي كتخليه داك النهار نهار الاخر تقدري تغسلي النهار الاخر حتى انا راه كنبعد الخضر كنخليها يومين في شعري صافي كنغسلو. حنايا العيال راكم عارفين حنا راه واخا هكاك راه ما كنديروش هاد الوصفات كنعكزو بزاف ولكن ما تعكزوش سيرتو شي وحده اللي عندها مضر لا شعرها راه اقسم بالله الا عندها النتيجه والله غتحسوا حتى من الخلف عيولي يبان لكم كيخرج الخلف ديال الشعر ديالكم عيولي يخرج لكم يبان لكم الزغب ديال يعني كيبدا يطلع غير نتوما كونوا فيكم شويه الصبر الا بغيتي شي حاجه تخرج لكم مزيانه خاصكم شويه الصبر. حنا راه عارفين حنا العيالات راه ما عندنا صبر عندنا الصبر غير في الشقه وتابعها واحد الطليه عندنا غير الشقه الصبر في تماره ما عندناش الصبر في فريوسنا حنا نتهلاو فريوسنا
راه كنلاحظها، ولكن الحمد لله بنادم راه مع الوقت كيتغير. وطلعوا في ريوسكم، راه الا ما طليتوا في ريوسكم راه ما كاين من يتهلا فيكم. ها نقول لكم تقولوا لا راه الراجل غيتهلا فينا، ولا الوالدين راه طاليه اخرى، ولكن تهلاو في ريوسكم، يعني المظهر ديالكم، الشعر ديالكم، في اي حاجه. وهاد الوصفه البنات تقدروا ديروها حتى لحجبانكم، اللي عندها مشكل في الحجبان ما كينوضوش ليها. والشفر نصحكم ديروا هذا الزيت ديال هذا الزيت ديال اللوز، كندير انا الشفار ديالي الزيت ديال اللوز، ولا الزيت ديال الثومه كنديروا الشفاري، وكنديروا حتى هذا حتى الحجباني. صافي هادشي اللي كاين البنات، واي سؤال بغيتوا تسولوه كتبوا لي في الكومونتير ضروري غنجاوبكم عليه. يلا حبيباتي ما باش نطول عليكم الفيديو، بوس عليكم كاملين، ورا كنبغيكم كاملين 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 بدون استثناء، كنبغيكم بزاف بزاف، والله يخطيكم عليا. وشكرا بزاف على التعليق ديالكم الزوينه وعلى التحفيز ديالكم، والى عجبكم فيديو تاع هذا النهار ما تنساوش خدكم اللايك. يلا بوس عليكم كاملين، والله يحفظكم ليا يا حبيبات ديالي. سلام عليكم، سلامه سلامه.